إذا حددت مكان التخزين تمام، وراح أعمل إيش؟ إكسبورت تمام، يعني إكسبورت يعني صدر لي إياه إنه فيديو تمام. بعمل إكسبورت كونتينيو. هل أنا عشان أطلع من البرنامج اللي أنا فاتحته آخر إشي، هي عم بعمل لي إكسبورت تمام. هلا أنا عشان أعمل إنهاء للعمل مع بين ما يخلص الإكسبورت هون تمام. هيك أنا أعمل، هاي شايفين إكسبورت كومبليتد، إنه خلص لي إياه تمام. هلا إنهاء العمل، عشان أنهي إنهاء العمل بروح على فايل، بختار إكزيت تمام، فايل إكزيت. وفي عنا يا مس واجب حل أسئلة الدرس. هلا لو نرجع هون على اللي أنا فاتحته تمام، بعمل بروح على فايل، فايل عفوا، بختار إكزيت عشان أنهي العمل، أو بطلع من الإكس تمام، بطلع من الإكس. أنا هيك أنا طلعت من البرنامج تمام. لو هلأ أنا بدي أروح، لو هلأ أنا بدي أروح على الفولدر، هاي شايفين 20/10/2020 الفيلم اللي هاي اللي عملته أنا شايفينه هلا، اللي عملته قبل شوي شايفين امتداده WMV. هلا انا بس حطيت صور، يعني هلا احنا رح نشوف صور اللي انا ضفتها تمام، لاني انا لسه ما اشتغلت ولا على اشي تاني. اذا ارجع عيد بشكل سريع، شو اخذنا بالدرس؟ اخذنا الفرق بين المشروع وبين الفيلم، اخذنا امتداد المشروع وامتداد الفيلم، اخذنا كيف نحفظه كمشروع اللي هو من عند save project as، من فايل save project as، وكيف نحفظه كفيلم save movie file أو save video file تمام. أخذنا عن أجزاء النافذة من 6 أجزاء، حكينا المجموعات ونافذة المهام وشريط المشروع ولوحة العمل والفترة الزمنية، أخذنا المسارات الموجودة في الفترة الزمنية 5 وحكينا عنهم، وأخذنا كيف بنفتح البرنامج. طبعا يا ريت، بتمنى أنكم تنزلوا البرنامج، بتمنى انكم تطبقوا عليه اللي اخذناه مبدئيا لليوم، لانه رح نحكي لبعدين اشياء. تفكر بمشروع عشان بدك تبعث لي مشروع يامس عليه علامه على الفاينل وعليه علامه على الشهر الثالث. واخر إشي يعني تبلش عن فكره عن شو بدك تعمل، اي إشي انت بدك اياه، اي موضوع بدك اياه، انا ما عندي اي مشكله فيه. تنزل صور، تنزل فيديو بخصهم، تنزل اصوات، تسجل اصوات، من هلا بلش حضر لمشروعك وبتحل لي أسئلة الدرس. ويعطيكم ألف عافية يا تاسع.